بالملعب للأسف. منو بيكم لاعب؟ إذا أردتوا تحجون على التزوير أغلب اللاعبين مزورين وأنا أتحملها، كنا نعرف اللاعبين مو بأعمارهم الحقيقية. إذا أردنا نحكي إحنا رايحين منتخب وطني، 10 لاعبين يلعبون منتخب وطني، اليوم واجهنا منتخب المغرب، ترى إحنا لن نضحك على نفسنا، لنقول رايحين منتخب أولمبي كذب، لا منتخب أولمبي رايحين، إحنا رايحين منتخب وطني 10 إلى 11 لاعب نمثل منتخب وطني. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه أشنو قال الإعلام على المنتخب الوطني المغربي. أصدقائي ديالي كلام صراحة رائع جدا بخصوص بكل ما قدم المنتخب الوطني المغربي في 2024. أصدقائي ديالي صراحة فيديو جميل يستحق المشاهدة، غادي نخليكم إن شاء الله تشوفوا وحكموا واعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. مكرهش كل واحد فيكم شاف الفيديو يبارك لنا على واحد لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا الزر ديال الجرس. ندوزو مباشره نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في نهايته. قافيه نظيفه ومنتخبنا كلمة بدون لون ولا رائحه ولا طعم، يودع اولمبيات باريس اليوم امام المنتخب المغربي، مباراة كنا نعول عليها الكثير والكثير من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي في أولمبيات باريس، لكن للموقف والقرار واللاعبين رأي آخر كان في هذه البطولة، والعودة إلى بغداد مبكرا لأن عندهم اتفاقات وعندهم قعدات وعندهم عقود لازم يبرموها مع الأندية توصل 300 إلى 400 مليون، لأن هم لاعبين على مستوى عالي والأولمبيات ما تفيدنا، مو بمستوانا، خلي نتحدث بهذه اللغة، أولمبيات باريس أقل مستوى من المنتخب العراقي. اليوم ما شاهدناه، طلعنا مباراة أوكرانيا دعمناكم، طلعنا في مباراة الأرجنتين قلنا يابا فارق فنية بين السماء والقاع ودعمناكم، قلنا أكو مباراة ثالثة مباراة حاسمة لازم توقفون عدها، لازم تراجعون حساباتكم. لكن للأسف كالعادة منتخب للسفر والسياحة اليوم خصوصا أعضاء اتحاد ما صاروا بالمسؤولية الأولمبية، ما صارت يعني نتعارك على الدرس، والله احنا نريد أخضر، والله احنا نريد أديداس، نتعارك على الدرس، ما نعرف مستوى الفني لمنتخبنا الأولمبي، ناهيك عن الاستعانة ببعض اللاعبين اللي من تحكي وياه لو تحكي وياه بدورينا، لا هذا وكأنما دي بروين وكأنما هاركين بالدوري. للأسف اليوم ما ظهر بي لاعبينا، والله خلي يروحون يعتذرون من الشعب العراقي واحد واحد، يفترون على بيت يدقون الباب احنا آسفين على هذا الأداء وعلى خيبة الأمل، خلي يروحون للقهاوي اللي يقولون الشباب قاعدين بالقهاوي ومنتظريهم وساعتين يباعون اللعبة، خلي يروحون يعتذرون من عندهم بالقهاوي، خلي يروحون للجمهور يعتذرون من عندهم اللي قاطعين مسافة واللي رايحين من العراق واللي رايحين من دول أوروبا على مود يشاهدون مستواكم الفني، مستواكم الدوني اللي كان بالملعب للأسف. منو بيكم لاعب؟ إذا أردتوا تحجون على التزوير أغلب اللاعبين مزورين وأنا أتحملها، كنا نعرف اللاعبين مو بأعمارهم الحقيقية. إذا أردنا نحكي إحنا رايحين منتخب وطني، 10 لاعبين يلعبون منتخب وطني، اليوم واجهنا منتخب المغرب، ترى إحنا لن نضحك على نفسنا، لنقول رايحين منتخب أولمبي كذب، لا منتخب أولمبي رايحين، احنا رايحين منتخب وطني 10 الى 11 لاعب نمثل منتخب وطني، وكل الاسماء الموجوده اليوم مع السيد راضش نيشن اللي يتحمل العبء الاكبر موجوده مع السيد كاساس، لاعبين طابين ما اعرف رحله رايحين، البثوث بالثنتين ونص بالليل وبالثلاثه بالليل، بثوث التيك توك وبثوث الانستغرام، ايش تحكون؟ تحكون على الثقافه، تحكون على المستوى الفني، لا احنا مثقفين، لا عندكم ثقافة التصريح، لا عندكم ثقافة بالإعداد وعندكم مدربين وتدورون عقود، والله توصلون للأندية الجماهيرية واحدكم رافع خشمة للسماء، والله العظيم والله لو أي واحد مشجع يصير رئيس اتحاد 10 ملايين هو يبحقكم 10 ملايين، لأن واحد غير من يأخذ فلوس يروح يبني نفسه يهتم بروحه يجيب مدرب تغذية مدرب لياقة بدنية، ايش قدمتوا اليوم انتوا للشعب؟ 48 مليون عراقي قاعد يباوع لكم، ايش قدمتوا له اليوم بهذه البطوله؟ يلا طلعوا جاوبوا، والله نعتذر احنا من الشعب، ايش تعتذرون؟
هسه غير المباراة اللي تطلع انت من عندها تطلع مقدم اداء على مود نقول يابا خسرنا بنتيجة لا اداء ولا نتيجة. ما نعرف كرة القدم وين اساسيات كرة القدم، ما نعرفها. اغلب اللاعبين هم كانوا بمنتخب الشباب وصعدوا للمنتخب الاول، كانوا ويا قحطان شديد وصعدوا للمنتخب الاولمبي وبيهم بالمنتخب الاول. ما نعرف اساسيات كرة القدم، ما منزلين باليد بس الدائرة، تحير تباع بقية المنتخبات، ترجع تباع المنتخب العراقي وتقول لك ليش تنتقد وليش تنتقد؟ وين التطور؟ وين الاحتراف اللي نمر به؟ وين الثقافة؟ على شنو تجيكم عقود احترافية؟ والله ما نعرف، ما أصوش بيكم أصوش بالأندية اللي دا تطي مليارات على مود مستواكم الفني. ماكو أفضل من هاي 11-22 لاعب اللي رايحين، ماكو أفضل من عندهم على مستوى اللي بدورينا واللي خارج دورينا. مباراة للخزي، لا ترجعون احسن لكم يعني والله العظيم، يعني اللي متعودين عليه التكريمات والبطوله واللي نعتبر احنا الكل بطوله نصعد لها انجاز، لا احنا الاولمبياد صاعدين لها هواي يعني، بالتالي احنا الحلقه الاضعف بكل بطوله على مود نصعد نخسر ونرجع كالعاده. حديث مفصل، خلينا نتابع اراء الجماهير ولا نعوده. فضيحة معنى الكلمة وقائدها راضي شنيشل، مع الأسف احنا نبهنا من زمان اي فريق يصعد الى اولمبيات مثل هذه الاولمبيات العالمية واحنا الوحيدين من عرب آسيا، فيجب اخذ الادوات القوية حتى نوصل الى مستوى راقي للعالم. اللعب الفريق العراقي لا هو ساهم بفضيحة الفريق العراقي بالأدوات مالت اللي ما تستحق هذه المباراة. راضي شنيش هو اللي يتحمل الخسارة هذه، لا تكتيك لا أداء، الفريق تشوفه تايه، يعني إن المباراة كلها ما يعرفون شو يسوون، يبدل خلال الدقيقة 30 يطلع لاعبين وينزل لاعبين، إذن هو مو قد المهمة أصلا، وعليه أن يقدم استقالة ونطالب المدرب الأجنبي صراحة. أداء المنتخب أداء كلش مو جيد، وراضي شنيش الصراحة ما كان موفق، ويعني لو منسحبين من البداية ولا الأداء أفضل والله، لأن تعرف هذا منتخب أولمبي، منتخب يعني تعرف شعب رياضي وأكثر الناس يعني آمالها على الموضوع، فصراحة حزينة كلش يعني، إحنا كنا نتابع وقمنا والله يعني كلش حزينة، يعني الأداء غير موفق، ارتباك اللاعبين كلش واضح، وغياب المدرب، ماكو اي خطه تكتيكيه ما موجوده. والله العظيم خروج مستحق وكلش يعني، حتى يعني الشارع العراقي حتى يعرف مستوى العراق، يعني المغرب احنا منتخب عربي ومو منتخب عربي، بشوف الفرق بيناتنا، فرق وين محترفين وفرق وين المحلي، شفت المحلي قنوش وربعه وبايش كل شيء ماكو، هذا النتيجه يعني جاي تشهد عليك، وكله جاي يشوف هاي 47 مليون كله جاي يشوف هاي نتيجة المحليين. صعد ناطق عطلات، يعني انت تسحب كبار ثلاثة جيب صعد ناطق، اهم شيء الحارس. منتخب لا لون لا طعم لا رائحة، اداء صفر، واحد على واحد للفريق المغربي، اي لاعب مغربي بالمواجهات واحد على واحد اليه، لاعبين دون المستوى، يعني سيد راضي يعني كافي لهنا كافي تمام، الواعب اداء ماكو، ايمن علي جاسم بس، والجوتشي لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، فريق يعني ما أعرف فلش أفضل. شو وقت نفوز؟ مو نفوز من نبطل أول فقرة نبطل مجاملات تمام؟ من اليوم المدرب اللي تجيبه المنتخب مثل نقول منتخب العراق، المنتخب العراقي منتخب معروف عربيا وقاريا، منتخب قوي صح له غلط؟ زين يصير التجيب اليوم مثل ما نقول هسه هذا الشارع، هذا الشارع هسه تقارن السايبة بالمرسيدس تقارنها؟ لا، يصير انت تقارن لي كنوش بامير العماري، امير العماري مرسيدس، تجيب لي سايبه كنوش يلعب مكانه؟ يصير بشرفك. سؤال انا الكابتن راضي، احنا مو وجهات نظر، اليوم امير العماري لاعب صار له 3 سنين 4 سنين اساسي بمنتخب وطني صح له غلط؟ انت تجي تسحب لك حق 3 لاعبين، تسحب سعد ناطق مصاب لعب فيها ما استفادينا منه، هاي وحده، وهسه ملعبه مصاب، هاي حتى ما نحكي عدين لعبه مصاب، الولد لعبه تمام، بايش الرجال، هو مو لاعب اصلا. تنظيم ماكو صحيح، ترتيب اللعب ماكو صحيح،
ماكو لمسه يعني شفنا بس الضغط صار بالاخير الباقي الشوط الاستحواذ شفته كله لهم يعني ما اعرف هاي التشكيله الترتيب وين لمسه يعني نهائيا ما كنا متوقعين هذا اللعب ما كنا متوقعين هاي النتيجه نهائيا مفروض الاغلاط السابقه يعني يتعلم منها. وانا هسه راح اضم صوت وصوت الجمهور. اعطونا الاحصائيات اللي على اساسها استدعى السيد راضي شنيشل ايمن حسين استدعاه، هسه انا خلي انا راح اصير مدافع بهاي الحلقه. ايمن حسين كان هداف للدوري وهداف للمنتخب، اعطونا الاحصائيات اللي على اساسها استدعى ابراهيم بايش واستدعى سعد ناطق. خطوط الدفاع اليوم حتى مبردات عبروا عليها. والله الكريم. والله يعني اكو حكي عيب احكي لان قدام شاشه واحترام للمشاهد. خطوط الدفاع المباراه الارجنتين ومباراه ها يعني المعلومه تكونون بالصوره ترى احنا ما صرنا اقوى وصار لنا موقف وتعدل لعبنا بشوط المباراه الثاني لا هم دا يحافظون على لاعبيهم لان عندهم 8 لاعبين عندهم 8 بطاقات صفراء يحافظون للمباراه المقبله على مود لا احد يتعرض للحرمان. هذا السبب الرئيسي الاول والاخير. ولا احنا لا الحمد لله طوب الطب علينا، السياره الطب علينا، كل شيء عبر على دفاعنا. ما اعرف المدربين بالدوري شو يسوون؟ اكو استدعاءات فعلا اكو لاعبين اوليات كره القدم ما يعرفوها فعلا يعني؟ اذا اكو لاعبين اوليات كره قدم ما يعرفوها ليش استدعيهم المنتخب؟ شلون استدعيهم؟ والله ما اعرف. حديث مفصل عن حلقة هذا اليوم وعن المباراة المأساوية اللي قدمها أو البطولة والمشاركة المأساوية حتى فوز أوكرانيا صار بالصدفة. نرحب أجمل ترحيب بضيوف الحلقة الكابتن والمدرب الكروي سعد عبد الحميد، حياكم الله كابتن وأهلا وسهلا بك. تحياتي لك إسلام وقناتكم الكريمة والأخ العزيز زيد. أيضا نرحب أجمل ترحيب بالزميل الصحفي الرياضي زيد الزيدي، حياك الله زيد وأهلا وسهلا بك. تحياتي لك زميل الاسلام ولمشاهدي برنامج سبورت تايم ولضيفك العزيز الكابتن سعد عبد الحميد. مباراه ماساويه، لاعبون لا يستحقون لعب كره القدم. مو بهذا العنوان لو لك وجهه نظر اخرى. لا شوي صعب هذا. والله العظيم انا اتحملها والحسين قسما بالله وانا اتحمل هاي واللاعبين كلهم اصدقائي. وانا خارج العمل شيء احنا نقعد ونسولف واصدقاء، لكن هسه هذا عمل. اكثر من 15 لاعب هاي الاسماء ما يستحقون يلعبون كره قدم. تفضل كابتن سعد. بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك مره ثانيه والاخ العزيز زيد. اكيد يمكن النتائج كانت مخيبه للامال. تامنا ان المباراه الاخيره تكون يعني الختام المباريات دور المجموعات نعطي فد انطباع جيد مستوانا يكون افضل. تعرف انت تلاعب يعني اصدقاء ديالي خوتي الاعزاء، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش خوتي الاعزاء، تبركونا على واحد لايك تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. تهلاو ليا فراسكم بزاف، السلام عليكم.